حرام. وينو هون؟ روح جيب خنجرك ولا غدار. أبو حمزة! يا أبو حمزة! وينك يا كبير النشواتية؟ الكبير مو فاضي، شو بدك منه؟ يا كش كش بعد هيك بعد هيك يا أبو حمزة! يا كبير النشواتية! زين وينك؟ شو ما في الحمد لله على السلامة؟ اللي مثلك ما بتلبق له السلامة، اللي مثلك بيلبق له يندفن لحتى يدفن عاره معه. انت اصلا لو فيك شرف وناموس كنت بتقله نعدموني مشان تقبر عارك وعيبتك معك. إذا كان الوالي طلع فرمان نجاك فيه من الموت، أنا رح طلع فرمان أهم من فرمان الوالي. عبد العربجي ما بقى له قعدة بالحارة بلوم. والناقص من هيك حارة، ما ضل حدا من أهله ما ظلمني. أنا لحالي ماشي، بس قبل ما أمشي جايب لك معي هدية مدللة تليق بمقامك يا كبير. شو رأيك بالهدية اللي بتعبي العين يا كبير؟ حلوة ما هيك؟ هي ثالث مرة بهديك روح ابنك. انت علقتني على حبل المشنة بس انا رديت هديتك روح ابنك. دنيا دين ووفا، وعدس بترابه بيجي وقت حسابه. امشي عمي جركس امشي. بعد هيك شو كان؟ ها؟ لك شو عم بيصير معك؟ انا فرجيك يا كلب! تعال 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 ولا لا تبك عيشك! ليش يا قبل؟ انا فرجيك! ابي اسمعني اسمعني! اسكت ولك اسكت ولك! ولك كيف قدر عليك انت وهذا الجحش الهريسي؟ اه كيف؟ ولك يا ريتو ذبحك، يا ريتو جابك محمل ولا جابك بسوال مثل الخروف. الله لا يوفقك يا حمزه، كسرت ظهري! غدر فينا أبي! غدر فينا! سكوت! ما بدي اسمح ولا كلمة! سكوت أحسن ما كمل اللي بلش فيه عبدوها! أنت رجال ولك! أنت رجال! روح! روح عود بحضن أمك! روح عود مع الحريم! روح! فرجي يا عبد الكلب! أنا فرجي! الله لي يوفقك! ولك أنا! أنا يعلم علي عبد الجحش! بعد ما وصلته لحبل المشنقة أنا! الله لا يوفق. والله يا عمي مثل ما بيقولوا البري الله ما بيضيمه. معلوم بري ولا ما كان نزل من حبل المشنقة؟ بتعرفي شو؟ مدري ليش حسيت انه في إلنا سند بعد ما انفك عبده من حبل المشنقة. سند شو لك سعاد؟ سند شو؟ عبده إذا لبانا مرة ولا تنتين ولا ثلاثة، إيه وبعدين؟ كل ما بده يصير معنا قصة بدنا نبعت وراه؟ نحن مالنا سند غير رب العالمين دخيل اسمه. شكل الدنيا عم تجبرني إني وافق. شو عم تحكي يا أمي؟ معقول بدك تتجوزي أبو سليم؟
خلينا الكبير قال طلبتني. هلا بدي اسألك سؤال. سأل معلم. انت زلمة ولا مانك زلمة؟ لا يا كبير، ليش عم تسألني هالسؤال؟ وحياة اللي خلق زلمة وبعجبك؟ تعجبني قلت لي. طالما بتعجبني ليش ما اخذت مرتك لهلا؟ ها؟ بتحب ابعت حدا تاني يشتغل شغلتك؟ لا يا كبير، بعرضي هي الكلمة كثير كبيرة وما بتنحملها. أنا عم بنفذ أوامرك، أنت قلت لي لا تكسر كلمة درية خانو. أنا ما بيناسبني شغل حريم عندي، فهمت؟ انقلق من خلقتي أحسن ما أمسح بكرامتك الأرض، فهمتوا لك؟ أمرك انقلق انقلق. إذا صرفتي نظر عن الهريبة لازم تعملي شيء، وجودك هون ما بصير طول أكثر من هيك. ما رح ضل هون. بدك تخدميني نورية؟ لعيونك. الله بيشهد يا زهرة إني بحبك مثل أختي. معناتها بدي إياك تروحي لعند أبي وتحكي له كل شيء. كل شيء عرفتيه عني وعن شومان الواطي وشو عمل فيه. أنت هلا بتعرفي كل القصة، والوحيدة اللي كاشفة الظلم عني. صحيح أبي ببين عليه إنه هو كتير قاسي، بس هو قلبه حنون، ولما يعرف الحقيقة ما رح يخليني هون. أنت الوحيدة اللي رح تخبريها. طيب رح روح هلأ خبر أبوكي كل شي وبرجع دغري اسمنه شو مان مو هون. أنت استنيني بالبايكة بلا ما يجي الجحش على غفلة. ماشي، لا تطولي. أي يعني أنا اللي بدي أفهمه، هاد شو مفكر حاله الوالي يعني؟ إنه بيطلع فرمان وبيقلع الناس من الحارة هيك. خلص مياتي هو. ليش بدي ضلني قاعد بعش دبابير ما عم بعرف الضرب منين عم يجيني؟ أرض الله واسعة. طيب أبي، أنا وأختي وين بدنا نروح؟ أختك لا تشيلي همها، مالي نسيانها، وراح أحللها قصتها بهاليومين. واخوك رح يعيش عند كرمه، وانت رح تضلي معززه مكرمه عند دريه. الله يلعن الزل يا معلم.